السلام عليكم، ازيكم من تالتة ثانوي؟ ان شاء الله في الفيديو ده نفهم الانقباض العضلي ونظرية هيكسن. بص، احنا في الفيديو الاولاني اللي هو كان فيه شرحنا فيه تركيب الليفة العضلية، تركيب العضلة اللي بتكون مجموعة من الحزم، والحزم دي بتكون من الياف، والالياف بتكون من الليفات من 100 من 1000 ل 2000، والمتوسط بيكون 1500. وكمان خدنا بقى القطع العضلية وقلنا ان هي بتحتوي على خيوط اللي هي الميوسين وخيوط الاكتين، وطبعا دي القطع العضليه اللي بتكون موجوده ما بين خط زد وخط زد. النهارده هنعرف الانقباض العضلي، والانقباض العضلي هندرسه على مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي على مرحله العضله او على الليفه العضليه، فنقول عليه طبعا الانقباض الكيميائي. الكيميائي يبقى احنا اول مرحله هندرسها من الانقباض العضلي اللي هو الانقباض العضلي على مستوى العضله، يبقى الكيميائي ده اللي بيكون على مستوى الليفه العضليه نفسها، فبنقول عليه انقباض كيميائي. ليه؟ لانه بيعتمد على دخول مجموعه من المواد الكيميائيه وخروج مواد كيميائيه وتحطيم مواد كيميائيه، وهنفهمها كل الخطوات دي كلها. والانقباض الثاني بيكون على مستوى القطعه العضليه، فبنقول عليه ميكانيكي. ميكانيكي يبقى ده انقباض ميكانيكي بيكون على مستوى القطعه العضليه، وده طبعا ليه نظرية ايه؟ نظرية هيكسلي. يبقى احنا عندنا مرة على المستوى الكيميائي ومرة على المستوى الميكانيكي. المستوى الكيميائي بيكون على او الانقباض الكيميائي بيكون على مستوى الليفة العضلية، والانقباض الميكانيكي بيكون على مستوى القطعة العضلية. تعالى في الاول كده نفهم الاتصال ازاي. بص، الوصلة دي اسمها الوصلة عصبية عضلية. ليه؟ لان دي كده خلية عصبية، يعني المنظر ده كده، دي كده خلية عصبية، ودي كده حزمة عضلية فيها مجموعة من الألياف العضلية. فالوصلة دي بنقول عليها إيه؟ المكان ده كده وصلة عصبية عضلية. فالسائل العصبي طبعا بيبدأ إن هو ينتقل من خلايا عصبية إيه؟ طبعا بيجي من المخ من فوق، يعني مثلا ده كده المخ وده كده الحبل الشوكي. فطبعا بيقعد السائل العصبي ينتقل من المخ اهوت هنا كده، ينتقل من المخ لحد ما يمشي في الحبل الشوكي، لحد ما يمشي في الاعصاب، في الاعصاب، في الاعصاب، لحد ما يوصل للخليه العصبيه اللي متوصله في الليفه العضليه. فيقعد ينتقل السائل العصبي ما بين مين؟ ينتقل في الليف العصبي، ده اسمه الليف العصبي، لحد ما يوصل للنهايات العصبيه، ودي طبعا دي اسمها الزوائد الشجيريه، ودي اسمه الليف العصبي، لحد ما يوصل للنهايات او التفرعات النهائيه، لغايه اما يوصل لمنطقه مين؟ لمنطقه المنطقه اللي اسمها الوصله العصبيه العضليه. طيب احنا مبدئيا كده قبل ما نبتدي ان احنا ندرس ونشوف ايه اللي بيحصل في المنطقه دي، عايز اوصل لك معلومه مهمه نراجع فيها حتى بالمره ايه اللي كان بيحصل في سنه تانية، اللي كان بيحصل في سنه تانية اثناء انتقال السيال العصبي. بص، الخليه العصبيه اختصارا كده عشان برضو المعلومات توصل معاك، الخليه العصبيه دي بتمر بثلاث مراحل، المرحله الاولى والمرحله الثانيه ودي المرحله الثالثه. بص كده ركز معايا كويس قوي، ركز معايا كويس قوي في المراحل دي. بص، المرحلة الأولى اللي بيحصل فيها إيه؟ أنا عايزك تتخيل معايا كده إن في مدرسة، دي مدرسة أهي، المدرسة بتمر دي بثلاث مراحل أهي. المدرسة دي في المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الطبيعية اللي قلنا عليها الراحة، مرتاحين والدنيا زي الفل. إيه اللي بيحصل في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الراحة دي؟ بيكون في شوية طلاب بره طيبين اسمهم الصوديوم. اهم الطلاب دول طيبين، يعني بنشاور لهم بالموجب، اهم الموجب. فبيكون السطح الخارجي او بره المدرسه بيكون موجب. طيب جوه المدرسه بيكون في برضه طلاب طيبين اسمهم بوتاسيوم وبيكون موجب، بس بيكون في طلاب تانيين ضاحكين عليهم اسمهم اللي هم الكلور والبروتين وسالب. فبيكون ضاحكين على مين؟ ضاحكين على الطالب الطيب اللي جوه ده، فهم اللي بيكونوا منتصرين او مكتسحين الجانب الداخلي اللي هو جوه المستشفى جوه المدرسه. طيب فبيكون الجانب الداخلي ده سالب، تمام. فبعد شويه الصوديوم ده هو الطالب الطيب ده هو بيبدا يحصل له حاجه اسمها اثاره. يعني ايه اثاره؟ بيتغاظ لما بيشوف البوتاسيوم اللي جوه ده، في ناس، في طلبه، يعني في طلاب تانيين اشرار ضاحكين عليه، بيتغاظ فبيحصل له إثارة، فبيبدأ يقرر إن هو يدخل علشان يساعد مين؟ يساعد زميله. وبالفعل بيدخل، فلما بيدخل جوه بيتحول السطح اللي جوه ده بيكون موجب، فتبقى دي الحالة التانية.
طب بس ساب مكانه بره، فلما بيسيب مكانه بره المكان اللي بره بيتحول الى السالب. طب المرحله الثانيه دي عايز اسميها ايه؟ اسميها مرحله الاثاره. ليه؟ لان الصوديوم ده حصلت له اثاره، الدم كده جري في عروقه وبدا يحصل له اثاره وبتاع عشان خاطر ما يسكتش على اللي بيحصل جوه، فبدا يدخل. فالحاله الثانيه دي اسمها حاله الاثاره. بس بعد شويه اكتشف، طبعا الصوديوم بعد ما دخل جوه اكتشف ان اللي بره لما ساب مكانه بره، بره بقى مين المنتصر؟ السالب اللي منتصر بره. على فكره انا بشرح لك الموضوع باختصار جدا جدا. فقال لك لا يا عم، طالما هي ما بداش بقى ايه، لا يا عم انا ارجع تاني، انا ارجع تاني يعني ايه؟ اعود. فالحاله الثالثه دي هنسميها العوده. فيرجع تاني لمكانه، يعني يرجع تاني لمكانه يعني اللي بره يبقى موجب تاني، وطالما ساب مكانه جوه يبقى اللي جوه سالب. هي دي الثلاث مراحل اللي بتمر بيهم الخليه العصبيه او الخليه العضليه. تمام. هتيجي تقول لي طب فين فتره الجموح والكلام ده كله؟ والله بقول لك انا الكلام ده كله انت مش هحتاج ان انا اشرحه لك النهارده، مش مهم. انا عايز اختصر عليك عشان خاطر في حاجات تانية اكتر محتاجين ان احنا نفهمها. ان الخليه العصبيه او الخليه العضليه عشان السائل العصبي لما بينتقل فيها بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله اسمها الراحه، تاني مرحله اسمها الاثاره، ثالث مرحله اسمها العوده للراحه. في المرحله الاولى بيكون اللي بره موجب اللي جوه سالب، فبنقول عليها مرحلة الاستقطاب. الاستقطاب تمام. يبقى اسمها الراحة أو الاستقطاب لما يكون الصوديوم بره والبوتاسيوم هو اللي جوه، لما يكون اللي بره موجب واللي جوه سالب. إنما مرحلة الإثارة حصل بقى فيها إيه؟ حصل العكس، يعني حصل إزالة الاستقطاب. والمرحلة الثالثة اسمها العودة للاستقطاب. طيب تعال نمثل اللي بيحصل ده على منحنى، يعني هات لي كده منحنى وقول لي ايه اللي بيحصل. بص بقى، ادي كده المنحنى بتاعنا اهوت، وهقسم لك الثلاث مراحل، هقسم لك الثلاث مراحل كده. بص معايا، دي هتكون المرحله الاولى. في المرحله الاولى دي كده سالب 70 ملي فولت. على فكره احنا بنقيس اللي جوه، احنا بنقيس اللي جوه، يعني ايه؟ حتة اللي جوه هو اللي سالب، فيبقى الإشارة سالب، يعني دي فيها كان سالب 70 ملي فولت، لكن اللي جوه هنا موجب، بقى اللي جوه موجب بتبقى موجب 40، لكن العودة الراحة تاني سالب 70. فاحنا بنقيس اللي جوه، الإشارة تبقى تبع اللي جوه، الإشارة تبع اللي جوه. يعني في مرحلة الراحة اللي جوه كان إيه؟ اللي جوه كان سالب، يبقى كده فرق الجهد سالب 70 ملي فولت. طب الإثارة اللي جوه كان إيه؟ كان موجب، يبقى كده فرق الجهد كام؟ موجب 40 ملي فولت. طب العودة اللي جوه كان ايه؟ سالب، يبقى سالب 70 ملي فولت. فبص كده المنحنى ده، دي سالب 70 ملي فولت، ودي مثلا صفر، وهنا كده موجب 40 ملي فولت. فدي كده المرحلة الأولى اللي باللون الأزرق اللي هنقول عليها مرحلة واحد أهيت، والله الخلايا العصبية في وضع الراحة أهيت. طيب بعد كده إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بدأت المرحلة التانية اللي هي مرحلة الإثارة، لما الصوديوم حصل له إثارة فبدأ يدخل لجوه، فدي تبقى دي كده مثلا مرحلة 2، فحصل فيها إثارة، ففرق الجهد اتحول على داخل الخلية، طبعا اتحول من سالب 70 إلى موجب 40. موجب 40. بعد كده الصوديوم قرر إن هو يرجع تاني، رجع في كلامه تاني، فقال لك لا يا عم ما بداش بقى، فارجع تاني. فتبدأ بقى بعد كده المرحلة الإيه؟ المرحلة التالتة. فالمرحلة التالتة هي الصوديوم، فبيرجع تاني، وبعد كده بنرجع للمرحلة العودة تاني. يبقى دي كده راحة، دي كده طبعا اللي بنقول عليها الاستقطاب، انما دي كده اللي هي اثاره، اللي هي ازاله الاستقطاب، اللي فرق الجهد وصل فيها لكام؟ وصل لموجب 40. لكن نيجي بعد كده للمرحله الثالثه، وهي مرحله العوده. العوده للايه؟ العوده للراحه. يبقى ده اللي حصل على مستوى الايه؟ مستوى الليفه العضليه او الخليه العصبيه ايا كانت منها. فبص كده، السائل العصبي اتحرك من المخ، انت خلاص خدت القرار منين؟ من المخ، فمشى في النخاع الشوكي، فبدا ينتقل من خليه عصبيه لخليه عصبيه لخليه عصبيه لحد ما وصل للخليه العصبيه، خلاص اخر خليه عصبيه متصله بمين؟ متصله بالعضل. فيبدا السائل العصبي بص هيدخل يدخل هنا كده في اللي هي التفرعات النهائيه لحد ما يوصل لمين؟ لحد ما يوصل للازرار. فنمسك الحته دي كده ونبدا ان احنا نكبرها، فلما نكبرها يظهر لنا المنظر ده كده. ادي كده الخليه العصبيه اهو، دي كده
الليفة العصبية اهي، ليفة عصبية، واللي باللون الأصفر ده كده سيال عصبي، ده سيال عصبي، سيال عصبي. بص بقى، أول ما السيال العصبي بيوصل، أول ما السيال العصبي بيوصل المنطقة دي كده، بيكون في حاجة اسمها الحويصلات التشابكية. شايف الأكياس اللي جوه دي؟ الأكياس اللي جوه دي أهي، الأكياس دي اسمها حويصلات عصبية أو حويصلات تشابكية. ليه؟ لأن المنطقة دي أهي، المنطقة دي اسمها شق التشابك، المنطقة دي اسمها شق التشابك، فتبقى الأكياس أو الحويصلات دي اسمها حويصلات تشابكية. حويصلات ايه؟ تشابكية، وبيكون جواها نواقل مواد كيميائية اهي، جواها نواقل اهي ومواد كيميائية اسمها أسيتيل كولين. أسيتيل ايه؟ أسيتيل كولين. طيب ده هو بقى غشاء الليفة العضلية، فاسمه ساركوليما اهو، غشاء الليفة العضلية اسمه ساركوليما. طيب كلام جميل. ودي بقى طبعا الليفه الايه، الليفه العضليه، احنا عندنا دي كلها على بعضها اسمها ليفه، والليفه بيكون فيها من 1000 الى 2000 لييفه، فدي لييفه من ضمن الليفات. وبعد كده بقى دي القطعه العضليه اهي، القطعه العضليه جوه اهي، تمام. يبقى دي كده الخلايا العصبيه، والمنطقه دي اسمها شق التشابك. بيكون اول ما السيال العصبي بيوصل هنا كده بيكون في ايه، بيكون في اكياس اهي اسمها حويصلات تشابكيه، جواها نواقل كيميائيه اسمها اسيتيل كولين، والمنطقه دي قلنا خلاص ان هي اسمها شق الايه، شق التشابك. وده طبعا الساركوليما اللي هو غشاء الليفه العضليه. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي بيحصل تاني. بص بقى، اول ما السيال العصبي بيوصل بيكون في حد ارهابي هنا اسمه كالسيوم، ايونات الكالسيوم دي، كالسيوم. الكالسيوم دي هنشبهها بالايه، هنشبهه بالارهابي، هنشبهه بالارهابي. وبيكون في هنا بوابات، البوابات دي بتكون مقفوله، مقفولة. أول ما السيال العصبي يوصل للخلية العصبية هنا كده يعمل إيه؟ المنطقة دي بيحصل لها إثارة، بيحصل لها إثارة. يعني إيه بيحصل لها إثارة؟ فاكر الخلية العصبية دي كانت في وضع الراحة، فكان في مين؟ كان في بره صوديوم، كان في بره صوديوم، وكان في جوه طبعًا، فاللي بره بيكون موجب، 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 واللي جوه بيكون سالب، 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 سالب. فأول ما السيال العصبي بيجي بيحصل طبعًا الإثارة، فيحصل العكس، في الصوديوم ده يبدأ إن هو يدخل جوه، فيتحول بقى، يتحول الدنيا بقى تبدأ إن هي تتحول، فيكون اللي بره هو اللي سالب واللي جوه هو اللي موجب. إحنا قلنا اللي فات ده كله المدرسة اللي حصلت دي بتحصل على مستوى الليفة العصبية والليفة والخلية برضو العضلية عادي خالص. طيب السيال العصبي بقى وصل بالطريقة بتاعته دي، اللي هو الموجب بيدخل جوه، الموجب بيدخل جوه. فأول ما بيوصل بيسبب مين؟ بيفتح البوابة قصاد مين بقى؟ أهو بيجي يفتح البوابة قصاد الإرهابي اللي هو مين؟ اللي هو الكالسيوم. فإحنا قلنا إن الكالسيوم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إرهابي. السيال العصبي أول ما يوصل للتفرعات النهائية، أول ما يوصل لمنطقة ده اسمه زر، ده زر كده من الأزرار أهي، تعالى كده ارجع كده معايا أهو، ده الزر أهو. السيال العصبي أول ما يوصل أهوت، أول ما يوصل للزر ده كده بيسبب، بيفتح البوابه قصاد مين؟ بيفتح البوابه قصاد الكالسيوم اللي هو الارهابي. فالارهابي ده اول ما يدخل يلاقي مين بقى؟ يلاقي الحويصلات التشابكيه اللي لسه قايلين عليها دلوقتي، فيفجرها، يبدا يقعد يفجرها، يفجرها. فلما يفجرها يخرج منها مين؟ يخرج الاسيتيل كولين اهو، بيكون في اسيتيل كولين هنا ماده كيميائيه، بيبدا ان هو يخرج، فيبدا الاسيتيل كولين يتخرج علشان يخرج، يعني علشان يمشي في منطقه شق التشابك، شق التشابك، علشان يروح بعد كده لمين؟ للساركوليما اللي هو غشاء الليفه العضليه. فبص ركز معايا كده اهو، اهو السائل العصبي وصل فتح البوابه للارهابي، فالارهابي دخل فجر، فجر الحويصلات التشابكيه، بدا طبعا الحويصلات التشابكيه بتحتوي على الاسيتيل كولين، فخرج منها مين؟ الاسيتيل كولين، فبدا يمشي في منطقه شق التشابك، وبدا يوصل لليفه العضليه اللي هي الخليه العضليه. فدي في الحاله دي كده ايه؟ اهو الاسيتيل كولين عمال يمشي يمشي. فبيكون في هنا مستقبلات، بص كده في مستقبلات هنا كده بتستقبل مين بقى؟ بتستقبل الاسيتيل كولين اهي، مستقبلات في المنطقه دي كده على الساركوليما اهو، بتستقبل مين؟ بتستقبل قاعده مستنيه مين؟ مستنيه الاسيتيل كولين، مستنيه الاسيتيل كولين، عشان الاسيتيل كولين يجي بعد كده يقعد في المنطقه دي اهو، يقعد في المنطقه دي كده. طيب الخلايا العصبية ده اهي، بص كده معايا
ادي هو الاستايل كولين. الخلايا العصبيه، الخليه العضليه ده اهي، بص ركز معايا كده، في وضع الراحه. يعني في الحاله دي كده الخليه دي في وضع الراحه. يعني ايه وضع الراحه؟ يعني اللي بره، ركز معايا كده، اللي بره بيكون فيه صوديوم بره اهو موجب، واللي جوه بيكون سالب. يبقى اللي بره موجب واللي جوه سالب. فاول ما الاستايل كولين بيكون فيه هنا مستقبلات كده اهوت، اول ما الاستايل كولين يجي يقعد على المستقبلات بتاعته دهيت، ادي كده الاستايل كولين يقعد فين؟ يقعد على المستقبلات بتاعته ده. يعمل ايه بقى الاستايل كولين اول ما يقعد هنا؟ يجي رايح باصص الصوديوم كده ويقول له مش عيب عليك، مش عيب عليك البوتاسيوم جوه عمال بينضرب والسطح الداخلي سالب وانت سايبه كده، وانت سايبه بالمنظر ده. فيقعد يسخنه. يعني ايه يسخنه؟ يعني يسبب له إثارة فيثيره، يسخنه كده بالكلام، مش عيب عليك. فيقرر الصوديوم ساعتها ان هو يدخل جوه عشان ينقذ مين؟ ينقذ صاحبه. الصوديوم ده يقرر ان هو يدخل جوه علشان ينقذ صاحبه اهو. فالبوابات تفتح، مين اللي يدخل جوه؟ الصوديوم اهو. مين اللي يدخل جوه؟ الصوديوم. الصوديوم ليه؟ لان الاستايل كولين قاعد على المستقبلات بتاعته. فاصبح السطح الداخلي موجب والخارجي سالب. تمام، الخارجي سالب. مين بقى اللي بيكون قاعد في المنطقة دي كده؟ بيكون مثلا قاعد في منطقة شق التشابك دي كده وبيراقب اللي بيحصل ده. الكولين استريس، انزيم الكولين استريس. يكون هنا في حاجة اسمها انزيم الكولين استريس. الانزيم ده اول ما يشوف اللي بيحصل كده يجي رايح لمين بقى؟ يجي رايح لاستايل كولين. دي كده بص كده المستقبل اهوت، المستقبل ده بيكون قاعد عليه مين؟ الاستايل كولين. فالكولين استريز اول ما يشوف كده ان الاستايل كولين عمال بيسخن الصوديوم ويدخله جوه، فيسبب اثاره كده، بيسبب ايه؟ اثاره العضله. يعني ايه اثاره العضله؟ يعني انقباض، انقباض العضله، انقباض العضله، العضله حصل لها انقباض. مين اللي قاعد بيشوف الموضوع من بعيد؟ انزيم الكولين استريز. فيجي رايح لمين؟ يروح للاستايل كولين، يجي ماسك الاستايل كولين وكسره. فلما يكسر الاستايل كولين بيحوله المادتين اهو، بيحول الماده اسمها كولين، ماده الكولين دي بياخدها تاني ويدخلها، بتدخل تاني وتدخل لمين؟ للخليه العصبيه، وحمض تاني اسمه حمض، حمض الخليج. حمض تاني اسمه حمض الخليج. حمض الخليج ده بيخليه هنا، هو من اسمه كده، حمض الخليج بيخليه موجود في المنطقه دي. وطبعا حمض الخليج ده يعني حمض بيخلي الوسط في المكان ده وسط حمضي في شق التشابك، بيخلي الوسط حمضي. يعني ايه حمضي؟ يعني البي اتش، احنا عندنا البي اتش بنقيسه من صفر لكام؟ ل 14، واللي في النص دي بتكون 7. فاحنا عندنا من صفر ل 7 ده بيكون وسط حمضي. علشان خاطر لو جاب لك سؤال وقال لك اي من الاختيارات التاليه، او امتى بيكون الوسط في شق التشابك ده اقل ما يمكن، الوسط طبعا طبقا لايه؟ للبي اتش، بيكون حمضي. امتى بيكون الوسط ده حمضي؟ لما بيحصل ترصيب لحمض الخليك بسبب تكسير انزيم الكولين استريز للاستايل كولين. يبقى امتى؟ في مرحله بدايه بقى الانبساط، في بدايه الانبساط. ليه بقى؟ لان الكولين استريز اول ما بيمسك، اول ما بيمسك الاستايل كولين بيكسره، فبيحوله لكولين وحمض خليج. فلما بيكسره خلاص كده ما بقاش في حاجه تسخن الصوديوم، فالصوديوم يبدا ان هو يرجع يطلع تاني بره، يبدا ان هو يطلع تاني بره. فتبدا تتحول الحاله دي من حاله الاثاره لحاله العوده بقى للراحه. فبعد كده السطح الخارجي بيكون هو اللي موجب تاني بعد خروج الصوديوم، والسطح الداخلي هو السالب. يعني كده رجعنا تاني لمرحله الراحه. فيبقى كده مين اللي بيسبب انقباض العضله؟ اللي بيسبب انقباض العضله هو الاستايل كولين. طب اللي بيسبب انبساط العضله هو الكولين استريس. يبقى فهمنا الحته دي. يبقى اللي بيسبب انقباض العضله الاستايل كولين، لان الاستايل كولين هو اللي جه وقعد هنا وسخن الصوديوم. طيب مين اللي بيسبب انبساطها؟ الكولين استريز، لان الكولين استريز اول ما لقى اللي بيحصل ده كده راح كاسر مين؟ كاسر الاستايل كولين، وبالتالي بيرجع العضله تاني، بيخليها ترجع للعوده الى الراحه. طيب يحصل ايه لو الكولين استريز مش موجود، او حصل او كميته بتكون قليله؟ هيحصل حاجه اسمها العضله هتفضل في حاله انقباض على طول، ما هو مفيش حاجه هتكسر الاستايل كولين، فيحصل تشنج عضلي. تشنج
عضلي. يعني لو جه سألك وقال لك هيحصل ايه لو انزيم الكولينستريز مش موجود، هيحصل تشنج عضلي. تشنج عضلي، التشنج العضلي ده ممكن يؤدي طبعا الى شد عضلي، يعني الخلايا العصبيه هتكون في وضع الايه، في حاله من الايه، في حاله من التشنج العضلي، يعني في حاله من الانقباض المستمر. والانقباض المستمر ده معناه شد عضلي. يبقى من ضمن اسباب الشد العضلي هو عدم تواجد انزيم الكولين استريز اللي بيكسر الاستايل كولين ويرجع الخلايا العصبيه للخلايا العضليه لحالتها الطبيعيه. طيب بالنسبه للرسم كده، تعال نرجع اوريك حاجه معينه. فاكر المنحنى ده كده؟ على المنحنى ده اقول لك هو امتى بيشتغل الاستايل كولين. خلي بالك امتى بيشتغل الاستايل كولين. الاستايل كولين بيبدا انه يشتغل من هنا كده، من عند النقطه دي بيبدا يشتغل الاستايل كولين. ليه؟ لانه بيسبب انقباض العضله، اثاره العضله. طب امتى بيشتغل الكولين استريز؟ الكولين استريز بيبدا يشتغل هنا كده، هنا بيكون كده في بدايه الكولين، بدايه نشاط الكولين استريز. يبقى بيبدا هنا بيسبب انبساط الايه، انبساط العضله، وبالتالي برضو بيخلي البي اتش اقل طبعا من كام، اقل من سبعة. ليه؟ بسبب ان هو لما بيكسر الاستايل كولين بيحوله الى حمض خليج، والحمض ده طبعا بيكون وسط حمضي، فبيخلي البي اتش اقل من ايه، اقل من سبعة بداية من المرحلة دي كده. طيب يبقى احنا كده عمالين نربط فكرة في فكرة، ماشي. طيب في بعض الاحيان فاكر كده، تعالى نرسم الرسمة دي تاني. دي كده الزر اهوت، وهنا بيكون ادي الساركولم، ودي كده الحويصلات التشابكيه. تعال نراجع بسرعه كده تاني. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان اول السيال العصبي ما بيوصل بيكون في ارهابي بره اسمه عينات الايه، عينات الكالسيوم. اول ما السيال العصبي بيفتح البوابه لمين؟ للارهابي، فالارهابي بيدخل فبيفجر الحويصلات التشابكيه. الحويصلات التشابكيه دي بيكون جواها مين؟ بيكون جواها مواد كيميائيه اسمها استايل كولين. فيبدأ الأستايل كولين إنه ينتشر، يبدأ ينتشر عشان يروح فين أهو، يبدأ يخرج في منطقة شق التشابك، دي شق تشابك، عشان يروح لمين؟ للساركوليما اللي هي الليفة العضلية اللي هي دي العضلة. فأول ما بيروح بيكون في مستقبلات هنا كده، في مستقبلات. فأول ما يوصل يقعد على المستقبلات دي، فبيكون في صوديوم بره لان السطح الخارجي بيكون موجب والسطح الداخلي بيكون سالب. فيبدا الاستايل كولين ده يسخن مين؟ يسخن الصوديوم، يعمل له اثاره، يسبب له اثاره، فالصوديوم ده يبدا يدخل جوه فيحول السطح ده، فيبقى اللي جوه هو اللي موجب واللي بره هو اللي سالب، يتحول يبقى سالب، يبقى سالب. تمام، فهمنا الحته دي. طيب مين اللي بيراقب الموضوع من بعيد؟ يلا قول معايا كده، هيكون مين؟ انزيم الكولين استريز. يعمل ايه الكولين استريز؟ يكسر مين؟ يكسر حمض، يكسر الاستايل كولين فيحوله لمادتين. اول ماده هو الكولين، بيروح فين؟ يرجع تاني علشان يتم استخدامه في تصنيع استايل كولين من جديد. وتاني ماده اللي هو الحمض، حمض الخليج، وبالتالي بيسبب ايه؟ انبساط العضل. طيب عايز ارجع لنقطه معينه كده اقول لك عليها. فاكر الاستايل كولين وهو رايح يقعد على المستقبلات بتاعته دي كده، المستقبلات اهيت، ارجع لي تاني كده اهوت، ايوه هنا كده. ساعات بيكون في ماده سامه، مثلا في فريسه بتجري ورا فريستها فبتحقنها بماده سامه، الماده السامه دي بتسبب لها الشلل. او ممكن مثلا تشرب، في ناس بتشرب الكحوليات والخمور والحاجات دي كلها، فالكحوليات دي بيكون فيها مواد سامة. المواد السامة دي بتروح تعمل ايه بقى؟ بتيجي رايحة قاعدة في المكان ده، بتروح تقعد في مكان مستقبلات النواقل العصبية، بتقعد هنا كده. فيجي الاستايل كولين علشان يقعد ما يلاقيش مكان يقعد فيه. ففي الحالة دي انت ممكن السيل العصبي وصل والاشارة طلعت من المخ والكالسيوم دخل والحويصلات الشبكية اتفجرت والاستايل كولين خرج، بس يجي يقعد في مكان ما يلاقيش، وبالتالي الحاله دي بتسبب شلل. ليه؟ لانه لما يجي يقعد هنا كده ما يلاقيش مكان يقعد فيه. طيب في مواد بتاخد علاج وبتروح، وفي مواد بتروح على طول بتاخد وقتها وبتروح، في مواد تفضل موجوده. المواد اللي بتفضل موجوده دي بتسبب الايه، الشلل.
طب ماده زي مثلا المواد المخدره الكوكايين والبودره والحاجات دي كلها بتسبب بقى تقل في اللسان وتخلي اللي عارف انت اللي بيشرب الحاجات دي تلاقي لسانه تقيل وحركته تقيله والكلام ده كله. ليه بقى؟ لان لما بيجي يقعد هنا كده بيلاقي ان بياخد وقت على ما يكسر المواد دي، بتاخد وقت على ما تتكسر، تاخد وقت على فعلى ما تاخد وقت على ما تتكسر. استايل كلين يجي يقعد هنا في المنطقه دي كده بيكون خد وقت كبير جدا، فتلاقي الراجل بقى واقف عمال ايه يا صاحبي ومش عارف ايه، لسانه كده بيبقى ايه، بيبقى تقيل. ليه؟ لانه خلاص هو في ماده، في ماده هو شربها، والماده دي قاعده على المستقبلات بتاعت الايه النواقل، المستقبلات بتاعت النواقل الكيميائيه. يبقى ده كده سريعا شرحنا اللي حصل، اللي حصل على مستوى الليفه العضليه. طيب فاضل بس حته بسرعه محتاجين ان احنا نجيبها علشان خاطر نربط الاسئله بتاعتنا. بص كده، في اربع حالات همر بيهم، ركز معايا كويس قوي كده. الحاله الاولى ان الخليه او الليفه العصبيه في وضع الراحه، وبرضه الخليه العضليه في وضع الراحه، يعني الاثنين بيكونوا، دي بتكون راحه ودي بتكون راحه. طيب الحالة التانية هو إن بيحصل إثارة لمين؟ للليفة العصبية إثارة، بس برضه لسه السيل العصبي منتقلش للخلية العضلية، فبرضه دي لسه بتكون في راحة. والحالة التالتة هو إن خلاص حصل إثارة للليفة العصبية وانتقلت، والسيل العصبي انتقل لمين؟ للخلية العضلية، فبقت هي في مرحلة إثارة وخلاص، دي والليفه العصبيه رجعت للراحه. والمرحله الرابعه والاخيره ان الاثنين بقى يرجعوا تاني زي ما بدأوا يرجعوا، فتبقى دي راحه ودي راحه. بس محتاجين نربط الافكار دي. يبقى انا معايا دلوقتي كام مرحله؟ معايا اربع مراحل. المرحله الاولى الاثنين بيكونوا في الراحه، والمرحله الثانيه بيحصل اثاره للخليه العصبيه ولكن الخليه العضليه بتكون لسه في الراحه، والمرحلة الثالثة هو إن الخلية العصبية خلاص نقلت السيل العصبي للعضلة، فالعضلة بقت هي اللي في إثارة والخلية العصبية اللي في الراحة، والمرحلة الرابعة إن كلهم بيرجعوا تاني للراحة. طيب تعالى بقى نشوف، نعمل الإشارات بقى، نشوف الإشارات بتاعتنا هتبقى عاملة إزاي. في مرحلة الراحة إحنا بنقول الراحة بيبقى اللي مرة، اللي بره موجب واللي جوه سالب. طب والخلية العضلية، الخلايا العضلية في مرحلة راحة، يعني اللي بره موجب، الصوديوم موجب واللي جوه سالب. تمام، عشان خاطر لو جاب لك الأسئلة في الاختيار، لو قال لك إن الليفة العصبية أو الليفة الليفة العصبية في مرحلة الراحة والخلية العصبية برضه في مرحلة، والخلية العضلية في مرحلة الراحة، هيبقى سالب موجب أهو، سالب موجب موجب سالب. طيب تعالى المرحلة التانية، حصلت إثارة فيبقى اللي بره سالب واللي جوه موجب. طب ولسه العضلة، دي العضلة أو الخلية العضلية في مرحلة راحة، فيبقى اللي بره موجب واللي جوه سالب. فيجي يقول لك أي رسومات أو أي الاختيارات التالية بتعبر عن الليفة العصبية في مرحلة إثارة والليفة العضلية في مرحلة راحة، فيبقى موجب أهو، موجب سالب، موجب سالب. طيب المرحلة الثالثة إن الليفة العصبية تكون راحة، يعني اللي بره موجب واللي جوه سالب، بس حصل إثارة لمين؟ الخلية العضلية، وتقريبا دي المرحلة الوحيدة أهي، ركز بقى، دي المرحلة الوحيدة اللي حصل فيها إثارة لمين؟ للخلية العضلية، فيبقى اللي جوه هو اللي موجب طبعا بسبب دخول الصوديوم، واللي بره هو اللي سالب، ودي المرحلة الوحيدة. وده السؤال اللي جه فعلا اهوت، فقال لك ان اللي بره هنا هيبقى الترتيب ازاي بقى؟ هيبقى سالب سالب اهوت، سالب مش موجب، سالب موجب سالب موجب. والسؤال ده جه من ضمن الاسئله. طيب المرحله الرابعه ان خلاص بقى كلهم راحه، كلهم راحه، يعني ده سالب سالب وده موجب موجب اهو، اللي بره بيكون موجب واللي جوه سالب. تمام، وصلت، السؤال ده، هي دي الفكره اللي احنا كنا عايزين نوصلها. طيب نرجع بقى كده، احنا قلنا تعالى نلم شوية الأفكار اللي احنا قلنا عليهم دول. ابتدينا وقلنا إن الخلية أو الانقباض، العضلة ده بيحصل على مرحلتين، مرحلة كيميائية
مرحلة ميكانيكية، المرحلة الكيميائية اللي بتكون على مستوى الليفة العضلية، ودي اللي احنا شرحناها خلاص. فاضل المرحلة التانية اللي بيكون اللي هي المرحلة الميكانيكية اللي بتكون على مستوى القطع العضلية. احنا قلنا ان القطع العضلية هي المسافة او الحتة اللي بتكون موجودة ما بين خطين زد، ادي ده خط زد وده خط زد. طيب، وبتتكون طبعا من خيوط رفيعة اسمها اكتين، وخيوط تانية عريضة اسمها ميوسين. هتبقى المنطقة دي اسمها المنطقة المضيئة اي، والمنطقة دي اسمها المنطقة الداكنة A، ولكن المنطقة اللي في النص ده اسمها المنطقة H. الكلام ده كله شرحناه في الفيديو الأولاني. طيب خلاص تمام، تعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل على المستوى الميكانيكي. اللي بيحصل، تعالى نوصل لآخر صورة اهو. بص بقى، الخيوط ده اسمها خيوط الميوسين، ده اسمها الميوسين. يعني احنا هناخد حتة من هنا كده ونبدأ ان احنا نكبرها اهي. والخيوط ده هي خيوط الاكتين. خيوط الميوسين دي بتطلع روابط، اهي دي روابط اسمها روابط مستعرضه، اهي روابط طالعه بالعرض بتربط ما بين الميوسين والاكتين. بس خلي بالك، الروابط ده بتتكون في الميوسين، يعني بتكون اصلا منشأها الاساسي او مصدرها الاساسي الميوسين، اسمها روابط مستعرضه، روابط طالعه بالعرض كده، فنقولها روابط مستعرضه زي نتون مستعرض كده. طيب، هي الروابط المستعرضه دي بتكون بتتكون فين؟ في الميوسين. علشان تتكون بتاخد مادتين، اول ماده الكالسيوم، يبقى كده ده تاني دور معالي الكالسيوم. الكالسيوم كان بيسبب انفجار الحويصلات التشابكيه، يعني بيسبب انقباض، بيشارك طبعا في انقباض الليفه العضليه. تاني حاجه ان هو بيدخل في تكوين الروابط المستعرضه بالمساعده طبعا بمين؟ بالمساعده بالطاقه اللي بتكون متخزنه في جزيئات الاي تي بي. يبقى تاني، خيوط الميوسين ده ايه؟ بيخرج منها روابط اسمها روابط مستعرضه. اتكونت ازاي؟ بيتكونت بالكالسيوم والطاقه المتخزنه في الاي تي بي. طيب، في وقت الانقباض الروابط المستعرضه دي بتيجي طالعه كده وماسكه في الاكتين، وتيجي ساحبه الاكتين كده، تسحب الاكتين كده فتقرب الاكتين من بعضه، تقرب الاكتين. طيب، وفي مرحله الانبساط بتبدا ان هي تسيب وترجع تاني، بس هي علشان خاطر تمسك بتحتاج اي تي بي، وعلشان خاطر برضو تسيب برضو بتحتاج اي تي بي. يعني الروابط المستعرضه ده علشان تمسك بتحتاج اي تي بي وكالسيوم، لان عشان تتكون بتحتاج كالسيوم، بس علشان تسيب بتحتاج اي تي بي بس. يبقى خلي بالنا، يبقى تمسك او تسيب اي تي بي، بس هي اصلا اللي بيشارك في تكوينها مين؟ الكالسيوم. هي اتكونت خلاص مره واحده خلاص. هنرجع تاني كده، دي كده ليفه عضليه، او دي قطعه عضليه عامه، ليفه جواها طبعا قطعه عضليه. القطعه المنقبضه، بص بقى، خرج روابط مستعرضه من مين؟ اهي دي في مرحله الانقباض، ودي في حاله الانبساط. خرج روابط مستعرضه من مين؟ روابط مستعرضه من الميوسين طبعا باستخدام الكالسيوم، بالمساعده بالكالسيوم والطاقه المتخزنه في الاي تي بي. فالروابط ده مسكت في مين؟ مسكت في الاكتين، فبدات انها تسحب الاكتين لجوه اهو، بدات انها تسحب الاكتين للداخل، فسحبت ده اهو، فسحبت ده، سحبته على بعض. طب ايه اللي حصل بقى للمنطقه المضيئه اي؟ المنطقه المضيئه اي دي قلت ليه؟ لان احنا سحبنا الخيوط على بعضهم، يبقى اللي بيتحرك خيوط الاكتين. تمام، طب ايه اللي حصل للمنطقه اتش اللي هي شبه المضيئه؟ برضو قلت، ولو كان الانقباض ده تام، يعني لو كان انقباض تام كان العدم التمام، يعني المنطقه اي ده اهي بتقل، والمنطقه اتش ده اهي بتقل او تنعدم. لو انقباض عضلي تام هتكون هتنعدم نهائي، الخيوط دي كلها هتقرب من بعضها ومش هيبقى فيه اتش اصلا. طيب ايه اللي يحصل للقطع العضليه؟ طول القطع العضليه اهوت برضه بيقل. ليه؟ لان خيوط الاكتين بتقرب من بعضها، وبرضه خيوط زد بتقرب من بعضها. الحاجه الوحيده اللي ثابته هي خيوط الميوسين، ثابته ما بتتحركش، وبالتالي برضه المنطقه الداكنه او المنطقه المظلمه ايه بتكون برضه ثابته، ثابته في الانقباض والانبساط. يبقى ده كان فين؟ في الانقباض. طب عايزين بقى يحصل انبساط، احنا خدنا في الانقباض كالسيوم واي تي بي، عايزين يحصل انبساط، ايه اللي يحصل بقى؟ الروابط المستعرضه تبدا تسيب الاكتين. بتسيب مين؟ بتسيب الاكتين، ما بتسيبش الميوسين، بتسيب الاكتين. فلما تسيب الاكتين بتحتاج اي تي بي عشان تسيب مين؟ عشان تسيب الاكتين. فتبدا الاكتين يرجع تاني اهو، فايه اللي يحصل؟ المنطقه اتش تبدا ترجع تاني، والمنطقه المضيئه برضو تبدا ترجع تاني. طب والمنطقه ايه؟ لا، ايه دي ثابته، قلنا ايه ثابته ما اتغيرتش. طب والقطعه العضليه بترجع تاني لطولها الطبيعي. يبقى ده كده الانقباض
على مستوى القطعة العضلية اللي هو اللي نقدر نقول عليه أو نسميه الانقباض الميكانيكي. طيب أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده، وإن شاء الله بعد الفيديو ده هنزل لكم برضو فيديو شرح الإجهاد العضلي، الشد العضلي والإجهاد العضلي. طبعا دي النظرية اللي فسرها مين؟ اللي فسرها هيكسي، بس النظرية دي كان لها قصور بسبب إن إحنا عندنا الخلايا العضلية طبعا، أو العضلات الهيكلية والعضلات القلبية، دي عضلات مخططة يعني عندها خيوط بروتينية يعني أكتين وميوسين، بس الملساء ما عندهاش. بس ثبت علميا بعد كده إن الملساء دي بيكون عندها خيوط شبه الأكتين بالظبط. فطبعا حتى لو سألك على قصور نظرية هيكسلي، هو إن طبعا إحنا أخدنا إن الملساء ما عندهاش خيوط بروتينية، وبالتالي مفيش روابط مستعرضة هتمسك ما بينهم، فده القصور الوحيد بتاع نظرية هيكسلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.